مرض الحصبة مرض شديد السراية يصيب الأطفال، خاصة الأطفال اللي هن بعمر دون الخمس سنوات، يخشى من مرض الحصبة ترافقه مع سوء التغذية، يخشى منه أثناء الأزمات، لأنه مرض الحصبة مع سوء التغذية ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. سابقا مر على سوريا سنتين متواصلتين بدون أن تظهر ولا حالة حصبة، ولكن بعد الأحداث صار في انخفاض لنسب التغطية الروتينية. انخفاض نسب هالتغطية أدى مجددا إلى عودة ظهور هذا المرض. سمعنا عن تلقيح الحصبي للأطفال دون الخمس سنوات، وأجينا على المركز ما لقينا أنه في تلقيح وبدون مقابل.